احنا بس عشان انا عايز اروح للطايره، ولكن يا كابتن عندنا تقارير كتيره جدا والكل يلا بينا. فخلينا نطلع نشوف. طيب برضو السله سيدات ولا مين سله سيدات؟ اصل لا كابتن طارق خيري، كابتن طارق خيري ما اقدرش عليه ده. خلينا نطلع نشوف ماذا قال ايضا نجوم سله النادي الاهلي سيدات، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. ساعت اخر مباراه في الدوري السنه اللي فاتت، وانا وكابتن خالد بنقعد ازاي نعمل بلان للفرقه لسنين قدام، في تفاوضات، في تجديد، في بلان في البطولات اللي هنلعبها من السنه الجايه. التارجت دايما مش السنه دي، بنتكلم على اللونج ران. هو داعم بطريقه قوية جدا. طبعا كابتن خالد هو يعني عامل طفره كبيره جدا في الرياضات كلها، ودي حاجه ما شاء الله باينه جدا. هو من ساعه ما جه دايما بيدعمنا، ما بيتاخرش خالص على اي حد فينا في معسكرات، في التمارين، اي حاجه احنا محتاجينها، اي فرقه لو محتاجه ايا كان مين اللعيب مين المحترف، يعني بيدعم جدا وبيبقى متواجد في كل الماتشات ودايما بيدينا السبورت. فاحنا يعني بنشكره جدا على دعمه وسنده لينا، وطبعا يعني باين جدا في الطفره في كل الفرق، حتى البطولات اللي فاتت كلها ما شاء الله كلنا احنا اللي محتوين عليها، وان شاء الله كمان البطولات اللي جايه. كابتن خالد بصراحه عامل مجهود جبار من اول يوم، من اول الموسم، من تدعيم، واقف جنبنا في كل حاجه، في الصفقات ما بخلش علينا باي حاجه. كابتن خالد شهادتي فيه مجروحه، لان احنا من زمان جدا قريبين لبعض يعني، بس طبعا من ساعه توليه الموضوع ده من السنه اللي فاتت بصراحه كنا احنا لسه عندنا ازمه شويه، والكلام ده كان موجود معانا جدا وفيري سبورتيف بصراحه. هو جالنا كنا بنلعب خلاص البيست اوف مع سبورتنج السنه اللي فاتت، وكانوا هم بيليدوا الموضوع ده عننا شويه، كان معانا جدا، وكانت الدنيا رمضان بيجي يقعد معانا يفطر وينزل معانا، كنا لسه ساعتها حتى هو بيتعرف على الفريق والكلام ده. فبصراحه ده كان بالنسبه لنا السنه اللي فاتت سنه جامد جدا لينا، ان احنا بصرف النظر عن اللي حاصل انا معاكم في الخساره قبل المكسب. والله يعني احنا بنحب نشكر كابتن خالد جدا على المجهود اللي هو بذله معانا السنه دي، مش احنا بس يعني، بس جميع الفرق فعلا كله حاسس بالفرق، يعني كله حاسس ان فعلا في مدير نشاط بيتحرك معانا متواجد معانا. يعني احنا كلعيبه حسينا ان السنه دي في تغير واضح جدا زي ما انت قلتي، وبيبقى موجود معانا، بيسافر معانا، بيجي لنا الاوتيل، بيكلمنا بعد كل ماتش. وجوده بجد مهم جدا، كل البطوله بنبقى بجد عايزين نمثل احسن حاجه عشان هو يبقى مبسوط بينا وعشان الجهاز. فهو اصلا يعني ضاف لنا حاجات كتير جدا، وهو فعلا فعلا وجوده مهم وبيدينا احنا قوه. هو عمل لنا حاجات كتير قوي، وانا متاكده ان احنا ان شاء الله هنشرفه وهنشرف الجهاز. كابتن خالد العوضي يعني شهادتي فيه مجروحه بصراحه مهما قلت. برضو لازم اتكلم برضو قبل ما اتكلم على كابتن خالد العوضي، كل مديرين النشاط اللي قبل كده، يعني كل المديرين النشاط بيكملوا لبعض، بس كابتن خالد العوضي السنه دي مش قادر اقول لك حاجه، في ظهر الفرق كلها مسهل لنا كل حاجه، عامل كل الدعم لكل الفرق. بصراحه هو مش بيحسسنا اصلا ان هو مدير نشاط رياضي، في الحقيقه هو بنتعامل معاه ان هو اخونا الكبير بجد، اي حاجه محتاجينها او اي حاجه بنعوزها هو يعني بيدعمنا في كل حاجه، احسن حاجه بتتعمل لنا. حتى ما شاء الله يعني كل الصالات دلوقتي انا شايفه الحمد لله كلنا بنكسب، وفعلا من زمن كبير الكلام ده فعلا ما حصلش. فاحنا فعلا بنشكره على كل اللي بيعمله عشان خاطرنا، والوفاء اللي بيوفها معانا، وربنا ان شاء الله كمان يكرمه احسن في اللي جاي ونشوفه احسن الناس يعني.